التقديم على شقق الإسكان بننشر شروط التقديم. بيتساءل كثير من المواطنين عن أماكن شقق بنك الإسكان والتعمير في محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك للتمكن من حجز وحدات سكنية. يأتي ذلك بعد طرح وحدات إسكان متميز ببعض المدن زي مدينة العبور وأسيوط الجديدة. بالنسبة لوحدات الإسكان المتميز بيوصل المقدم لأكثر من 60,000 جنيه، وبيتم استكمال سداد 20% من قيمة الشقة عند التخصيص و10% عند الاستلام، وبيتم تقسيط 70% على الأقساط ربع السنوية. شراء شقق استلام فوري بنك الإسكان والتعمير، بيتمكن العملاء الراغبون في شراء شقق استلام فوري بنك الإسكان والتعمير من الحصول على تلك الوحدات المتميزة من خلال البنك. الشروط ايه؟ كالتالي: أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة في تاريخ الطرح. أن يكون للمتقدم أهلية التصرف والتعاقد، ولا يحق للأسرة الواحدة التقديم على أكثر من شقة. وشقق الإسكان المتميز بتكون للاستخدام السكني فقط، ما ينفعش نستخدمها في الأعمال التجارية. بالنسبة لأماكن حجز شقق بنك الإسكان والتعمير 2024، عندك المنصورة الجديدة ودمياط الجديدة وغرب قنا وغرب أسيوط والعلمين الجديدة وأكتوبر الجديدة والقاهرة الجديدة والعبور الجديدة ومدينة العاشر من رمضان وحدائق أكتوبر. مصدر معانا كان من موقع صدى البلد. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر.